عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم فيديو جديد على القناة ديالي، نتمنى يلقاكم على خير وبخير. غنقدم لكم فيه تحلية رائعة، هما تيقولوا لها دانيت ولكن هي كتجي أحسن من دانيت. غنحتاجوا لها مقادير بساط وسهلين وفي الإمكان ديال كل شيء. غنحتاجوا لها سيترو ديال الحليب، جوج معالق كبار ديال السكر، ساشي ديال الكاكاو فئه 7 غرام، وجوج معالق ديال النشا الذره مايزين. اول حاجه غنديروا ناخذ السيترو ديال الحليب ديالي، غنكبوه في كاسرونه وغنضيف ليه جوج معالق كبار ديال السنيده، السكر على حسب الذوق، اللي كيبغيه حلو كيدير حلو، كيبغي متوسط كيدير متوسط. جوج معالق ولا جوج معالق ونص، غندير جوج ونص صافي. جوج معالق ديال النشا، تقريبا جوج معالق غرام انا قبل، وكاكاو ساشي ديال الكاكاو، صافي. هاد الشيء هذا غنخلطوهم مزيان حتى يذوبوا لنا العناصر كاملين. ماشي مشكل الا بقاو عندكم حبيبات، راه ملي كنديروهم فوق من البوطه كيذوبوا بزاف. والتحليه عاوتاني تجي رائعه في رمضان، السحور او المرصو تجي رائعة، غير جربوها. وما فيهاش زعما شي مكونات اللي صناعية ولا شي حاجة، كلها طبيعية. أنا غنشعل عليه البوطو، صافي. أنا بقا نخلط على هاد الشكل هذا، يدوبو ليا دوك حبيبات ديال الشكلاط، وعادي يعقد ليا الخليط ديالي. نعاودو نتلاقاو. هيا الخليط ديالنا معلق كيجي على هاد الشكل هذا، كنخليو تقريبا واحد نص دقيقه فوق البوطه حتى يرتاح. صافي نخليه دابا صافي كيجي على هاد الشكل هذا. هادا نكبو دابا في الكؤوس اللي غتدخل للثلاجه. الشكل هذا كندخلوه الثلاجه يبرد تقريبا واحد بين ساعه ونص حتى ساعتين حتى يبرد على خاطرو. بحال دابا نتوما الا كنتو باغينو فرن داير السحور غديروه في العشاء، كنتو بغيتو العشاء غديروه في الوقيته ديال التوجات ديال السحور. هو ما تياخذش الوقت بزاف، وعاد تحليه رائعه. صافي على هذا الشكل انا ندخلهم الثلاجه حتى يبردوا مزيان، نعاودو نطلقها. صافي التحليه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا، بمكونات بسيطه والمذاق رائع، كتجي بحال دانيت وزعما ما فيهاش شي مجهود ولا عناء. تقدروا تخدموا بها دابا الصيف في الشهر الفضيل اللي حنا على الابواب ديالو، ان شاء الله يدخلوا علينا ربي بالصحه والسلامه. انا غناخذ واحد المعلقه وغادي نوريكم كيفاش كتجي من الداخل الشكل هذا. كريمية ورائعة، ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي بشي وصفات اخرى. ونتمنى انكم تجربوا ينال الاعجاب ديالكم. بسلام عليكم.